يعني ساعة وربع دلوقتي عشان ندخل ننتخب الزحمة هنا، وبعدين بحجز جوه بنفس النظام ده بالطوابير. هي شبه عملية تنظيمية، انما برضو يعني شمس وناس كبار والعيانين وكده يعني. لا، الامن بصراحه بيتعامل باحترام مع الناس، بس في تزاحم وبقالي بتاع ساعتين وداخل على التالت اهوت وما انتخبتش. لا، الدنيا ماشيه حلوه كويسه، الدنيا ماشيه كويسه حلوه، ماشيه كويس، مش ما فيش اي مشاكل وما فيش اي حاجه، في تعاون بين الناس كلها، بين كل المرشحين كمان، يعني مرتاحه. هو معلش، هو انتوا اللي انا صورتها عارف كل الناس تحتيها، واخد بالك منها؟ المرة اللي فاتت بص حضرتك، هو حصل حاجة كده، هو ان احنا معانا حكم ان احنا نخش بالتوكيلات